وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الإعلامي السعودي عبد الرزاق السنوسي. مرحبا بك أستاذ عبد الرزاق. وبداية نود أن نتحدث وكما تعرف أستاذ المشاهدين عن العلاقات السعودية البحرينية، هي علاقات تاريخية وتشهد قدر كبير من التنسيق في المواقف في القضايا الإقليمية وكذلك الدولية، وأيضا في عدد من المحافل الدولية منها منظمة المؤتمر الإسلامي للأمم المتحدة. بودنا أن نسمع منك تعليق فيما يخص هذا الموضوع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة لأي راصد يضع نصب عينيه التوثيق الصحيح فهو يصبح ناقصا في تقديراته إذا لم يحسب الفترة من انطلاق عام 1745 التي هي تمثل تأسيس الدولة السعودية الأولى، وإلى عهد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عندما أسس المملكة العربية السعودية ووحد مدنها ومناطقها تحت مسمى واحد هو المملكة العربية السعودية. الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله إلى البحرين واستقبال الشيخ عيسى بن علي شيخ البحرين ذاك الوقت، نعم، استقباله بالحفاوة الكبيرة للملك الراحل منذ 1745 تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى زيارة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى البحرين الشقيقة والعزيزة والغالية، ولو حسبناها حنلاقيها 3 قرون ونصف إلا سنة، وهذه الفترة الطويلة شهدت بعدا تاريخيا كبيرا. نأسف لمؤرخين العرب الذين لم يعطوها حقها من التقدير والتمحيص ووضعها في مكانها واستفادة الأجيال منها كفترة لا يستهان بها. المملكة العربية السعودية والبحرين جسد واحد بدم واحد وروح واحدة، استطاعت خلال فترات متباعدة ومتقاربة في نفس الوقت إلى أن تقفز فوق الأحداث وتثبت لدول المنطقة والدول العربية كافة أنها أكثر صلابة وأكثر تواجد في المنطقة. ناهيك عن التواصل الأسري والدم والنسب، نعم، وصلة الرحم، وخاصة ما بينها وبين أقرب المناطق لها اللي هي المنطقة الشرقية والأحساء وامتدادا إلى الرياض وإلى الشمال وإلى الجنوب. على الصعيد الدولي يلاحظ أنه المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين دائما في الطليعة فيما يخص التنسيق والتوافق في الآراء والتوجه في المحافل الدولية والإدراك التام إلى خطورة ما يحاك حول الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات ومخاطر، الأمر الذي استدعى أن تكون هذه الدولتين عينين في رأس بإمكانهما أن يكون جسد واحد وفي مقام واحد، يحتاجون فقط إلى أن تقف الدول الأخرى وترقى إلى مقامهم. وأيضا الآن كما شاهدنا المجلس التنسيقي السعودي البحريني وكذلك العديد من الأمور التي بكل تأكيد تقرب ما بين السعودية والبحرين قيادة وشعبا. هي الحقيقة هذه أمور حدثت ولكن هناك أمور سبقتها. لا ننسى الملك فهد رحمه الله عندما أسس الجسر، نعم، وكان بحضور الشيخ عيسى الله يرحمه، وأنا كنت حاضر في هذا اليوم يوم وضعوا حجر الأساس، وكانت وزارة الإعلام إلى يومها متألقة بحضورها وتوزيعها واستضافة القمة الخليجية ذاك الوقت، وشهدت انطلاق هذا الجسر الذي ربط بين الدولتين الشقيقتين. مجلس التنسيق بين المملكة والبحرين هو أمر وإن لم يكن فهو منسق أصلاً
بكل تأكيد. وإنما هي أمور ترتيبية وإدارية، لكنه في واقع الأمر يفوق التنسيق والتعاون، يفوق المجالس ويفوق التعاون لما هناك من تسجيل سابق لأحداث وتطورات وتعاون ولجان مشتركة سبقت مجلس التعاون في حقيقته. ومجلس التعاون كما هو معروف نشأ في ظروف غير طبيعية ليواجه مخاطر غير طبيعية، ولكنه استطاع بالرصيد السابق من العلاقات القوية إلى أنه يكسر الحاجز من الخوف ويصمد أمام كل المخاطر الحاضرة ذاك الوقت والمستقبلية التي نراها. الإعلامي السعودي الأستاذ عبد الرزاق السنوسي، شكرا لك جزيلا على تواجدك معنا، ونبارك لك ولأنفسنا كذلك بالعيد الوطني السعودي. فرصة سعيدة وشكرا لكم على هذه الفرصة. شكرا جزيلا. معكم من قلب يحمل لكم كل المحبة والإخلاص، مطلعين جميعا لغد واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى.